قبل ما حضرتك تشوف الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على القناة. مشاهدة طيبة. موعد المباراة القادمة للنادي الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري المصري من حيث التاريخ والتوقيت والملعب والقنوات الناقلة. المباراة القادمة للنادي الأهلي هتكون أمام الاتحاد السكندري سيد البلد. المناسبة مؤجل من الأسبوع العشرين بالدوري المصري. التاريخ الخميس 6/5/2021. توقيت المباراة الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة. الملعب استاد الأسكندرية. القنوات الناقلة اون تايم سبورت. كل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي بالفوز وحصد الثلاث نقاط في مشوار الحفاظ على لقب الدوري. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم أخوكم هاني الشرقاوي، وسلام عليكم.